لا، جميع الايباد اللي صنعت من اول ايباد الين هذا الايباد اللي نزل الاسبوع اللي راح كلهم في نسختين، في نسخه واي فاي وفي نسخه واي فاي بشريحه. شو الفرق؟ ان الواي فاي بشريحه تقدر تركب فيه شريحه عشان تستخدمه بدون ما تشبك الواي فاي. فهذا الجهاز مثلا اللي عندي في واي فاي شريحه، يكون مدخل الشريحه هنا. بعض الاشخاص يقول لك، طبعا هذا الجواب الحق مش سؤالك، لكن سؤالك لا، في نسختين، حتى الايباد اير ولا الايباد برو في نسختين، واي فاي وفي واي فاي شريحه. بعض الاشخاص يقول لك لا، اوكي بنها اسم، فاقدر اشتري الايباد واي فاي واحط فيه اسم، لان اسم الكترونيه، فليش ما تركب الجهاز الايباد اللي يكون فيه شريحه؟ مش معناته اسم تقدر تركبها، لا، الشريحه فيها في مداخل هنا، هذا الجي بي اس، ابراج، قطع الابراج، واي فاي، ففي قطع داخليه زياده عشان تشبك على شبكات الابراج مش الواي فاي. فاذا عندك واي فاي تقدر تشبك عليه بس بالواي فاي الانترنت، اذا عندك شريحه او الجهاز اللي يبادي بشريحه تقدر تحط فيه شريحه يا اسم او شريحه عاديه على حسب الموديل اللي عندك او حسب الجهاز اللي عندك. الايبادات الجديده الام برو ما في الا اسم، فتقدر تشبك عليه شريحه او واي فاي كيف. طيب اذا حطيت فيه شريحه ايش اللي يصير؟ نفس اللابتوب، اذا حطيت في اللابتوب شريحه ايش يصير؟ تستخدم الانترنت فيه بس بكلمات عاديه. بما ان ايباد، واذا عندك ايفون شابك على الاي كلاود تقدر تسوي مكالمات عاديه، تستقبل وترسل حتى رسائل، لكن لازم يكون عندك اي كلاود، ايفون قصدي، وتشبك عليه نفس اللابتوب. انا مثل الايفون اتركه في مكان وعندي اللابتوب شابك على الواي فاي، اقدر استخدم مكالمات عاديه على اللابتوب بسبب ان الاي كلاود يعني. فهذه مواصفات الشريحه وش الفروقات، وجميع الايبادات اللي موجوده في شريحه وفي بدون شريحه. بعض الاشخاص يسالوني يقول لي شو تفضل، شو نشتري؟ ما اقدر افضلك انا، يعني انت تشوف اختيارك. تقول لك مثلا بعضهم لا، انا عندي جوال ولا صرت ابي الايباد ابث بجوالي. بعضهم يقول لك لا، انا بروح اماكن ما عندي جوال او ما استخدم الايباد اكثر من الجوال، فابي الشريحه في الايباد وابث من الايباد للجوال. تقدر تسوي هذا الخيار، فانت بكيفك.